Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, je suis comme vidéo jdida sur le canal diali. Et je suis ravie de vous dire que cette vidéo est parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas vidéo. Je vais vous donner des droits pour que vous puissiez voir les vidéos dans les vidéos. Et je vais vous parler avec vous pour le contact direct avec nous. ما تنساوش البنات اللي اول مره كيشوفوا لا فيديو ديالي ما تنساوش البنات الاشتراك في القناه والضغط على زر اعجاب باش تشجعوا المحتوى وتشجعوا القناه باش تزيد القدام. اليوم ان شاء الله غادي نهضر لكم فيديو خاص على الحقائب اليدويه ديالي اللي كنستعملهم واللي كنخرج بهم ايتو. غادي نوريكم واحد لا كوليكسيون صغيره ديال الميساك لي ساك اللي كنتوفر عليهم انا واللي كيعجبوني وهذا غادي نوريهم ليكم ونشاركهم معكم في هذا الفيديو هذا بلا مع الاثمنه الا كنت عاقله. مهم كاين هذا لو بروميير ساك هذا كيجي هكا فلو جون فلو دان بحال هكا كيجي في الدان ديالو زوين وفيه جوج ديال السنيسلات من هنايا وفيه هاد القطيقه هادي قطيقه طرطيقه زعما فوالا بحال هكا. صراحه هذا زوين كيعجبني نديه معايا فاش نكون مسافره كيهز ليا بزاف وحتى لا كولور ديالو زوينه كتجي زوينه في البرد اكثريه كتعطي لافي لا توني ديالك سورتو مثلا كنبقاو نلبسو الكحل كنبقاو نلبسو لو مارون كنبغيو نديرو واحد لا كولور اللي تعطينا الحياه شويه في لا توني ديالنا وفيها هاد لي ديتاي اون دوري اللي كيعجبوني بزاف. هاد لو ساك هذا كنت خديته البنات من بارفوا سولد ديال راس العام كان كيدير ب 400 درهم وخديته ب 200 درهم. فوالا ان ساك كي تري توب كيجي هكا في هاد السميطه هادي يمكن لكم كتصغروها كما بغيتو بالطريقة هادي. فوالا زوين بزاف وصافي لونطون هو عندي الصراحة وباقي ما تحركت فيه حتى شي حاجة. تيعجبوني الصراحة لي ساك لي كيكونو ديال بارفوا كيكونو مزيانين اون بون كاليتي. دونك فوالا بوغ الدوزيام ساك كاين هاد لو ساك هدا لي كي في لا كولور روج ميكايل كورس ان فيت ماشي سي با دو فري ميكايل كورس بيان سور. هذا البنات حتى هو زوين بالنسبه ليا حميمه كيعجبني كنهز فيه حتى هو الا كنت خارجه شي خريجه خفيفه بحال هكا شي خريجه هكا خفيفه صغيور مينيماليست كيعجبوني لي ساك لي تيكونوا صغار وعامر بالوراق نكتبش عليكم هانتوما البنات كيجي من الداخل ديالو وفيه هنايا بحال جويب صغيور كنحط فيه بحال هكا بزطامي ولا شي حاجه بحال هكا وزويون وفي لا كولور روج كتجي مثلا الا كنتي لابسه لا توني ديالك في الكحل كتجي هذيك لا توش روز لا توش روج وحتى الا كنتي لابسه هذوك لي بيتي بوا هذوك المنقط الكحل المنقط في الا كنتي لابسه لا توني في الزرق كذلك مع الجين ولا كنتي لابسه لي بيتي بوا كيما قلت لكم في لو نوار مع لو بلون كيجي معاهم زوين لا كولور روج في لو ساك تيجي مانيفيك. بالنسبه لهذا الثمن ديالو الصراحه ما عقلتش عليه واقيلا بشي 120 درهم من المدينه. بوغ لو ترويزيام ساك لي كنت ديجا وريتو لكم في واحد لا فيديو غادي نخليها لكم في الاي ولا نخليها لكم في صندوق الوصف ماذا يوجد في حقيبتي اليدويه. دونك هذا هو لو ترويزيام ساك لي اختاريت لكم كيجي حتى هو صغير وكنهز فيه تقريبا ديما كتلقاوني هو اللي كنهزو حتى هو خديتو من بارفوا 149 درهم باش خديتو. هذاك لو ديتاي ديال الجلد ديالو زوين بزاف كما كتشوفوا بحال لو ستيل ديال سيربون
وحتى لا كولور ديالو واعره، فيه هاد لي ديتاي اون دوري حتى هو من هنا aussi كيجي زوين. وفيه حتى هاد السميطه اون دوري كما كتشوفوا مانيفيك زوين. فوالا بالنسبه للثمن ديالو قلت لكم 149 درهم، ما كانش سولد، 149 درهم لو بري ديالو الاصلي. كيكونوا عندهم دي ساك اللي تيكونوا بالنسبه بارفو، كيكونوا دي ساك اللي كيكونوا رخاصين عندهم، كيكونوا حاطينهم في واحد لازون اللي تيكونوا ساك صغيرين بحال هكا، كتيحطوهم في واحد واحد البلاصه اللي كيكونوا بحال هكا معلقين، وكيكونوا البري ديالهم نازل يعني ماشي غاليين بزاف. بالنسبه لي ساك اللي هما كبار هما اللي كيغليوهم، كيديروا لهم مثلا دوك لي ساك اللي تيكونوا باينين هكا محطوطين، هذوك هما اللي كيديروا لهم 400 درهم 399، ما كيفوتوش 400 درهم لي ساك ديالهم. كاينين دي ساك اللي تيكونوا صغيرين بحال هادو اللي وريت لكم، كيديروهم 149 درهم، تيكون على بري ستاندار كيبقى ديما واخا تيكونوا لي سولد كيبقى لو ميم بري. ندوز لكم دابا هاد لا بوشيت هادي، هاد لا بوشيت هادي في لو روز، هادي خديتها من المدينه اون فيت، من المدينه درباط، فيها هاد السنيسيله من هنايا فوالا، كتدي فيها داكشي اللي بغيتي. هاني خلاص كنهزها مثلا في الايام ديال العيد ملي كنكون لابسه شي جليبه ولا شي حاجه تقليديه، كيعجبني نهز بحال هكا بوشيت. ولا كانت شي خريجه خفيفه غادا عند شي ناس هكا مزروبه ولا شي حاجه، كتهز هكا لا بوشيت كتكون احسن. فوالا كيجي هكا، فيها حتى من الداخل سنيسله خاوي صراحه، ما تنهزوش هذا بزاف، قليل فاش كنهزو، غير ملي كيكون مثلا كما قلت لكم شي عراضه خفيفه ولا شي ولا في العيد ولا هذا. في حتى السميطه ديالو ما كنستعملهاش. فوالا هذا بالنسبه للثمن ديالو، خديته ب 200 درهم من المدينه، وفيهم لي كولور بزاف، لو بلو لو مارون في البيض، وفي هاد لا كولور هادي روز بونبون كيجي زوين هاد لو روز هذا، سورتو حيت عندي جليلبات وقفطنات عندي جلابه وقفطان بهاد لا كولور هادي روز بونبون، زوين بزاف الا حرتو البنات. حيتو شنو اين لون تختاروا في القفطان ولا في الجلالب، هاد لا كولور هادي راه زوينه سورتو في الصيف كتجي واعره. فوالا ولا بوشيت. اي لو ديرني ساك اللي عاد خديتو ديرنييرمون زوين كيعجبني، هاد لا كولور نوار، كنت حانقه على ان ساك في نوار يكون صغير، عندي واحد كبير مي فريمون ما بقاش زوين، ما بقاش لا كاليتي ديالو زوينه، بحال بدا كيتقشر صافي ما بقيتش بغيت نهزو. ومشيت غير على الله لاشاندام ولقيت هاد الساك هذا دايرين ليه اون سولد، هو كان ب 300 درهم وخديتو 120 درهم بحال هكا تيجي. في هاد لي ديتاي كيما قلت لكم ديما اون دوري، كيديروهم اون دوري كيجيو زوينين هكا تشوفو هكا. وفي سلسله وحده اللي كاينه هكا وغارق، يعني كتقدري تهزي فيه بزاف الحوايج. فيه جويب هكا، في واحد الجويب هنايا بغيتي تحطي فيه شي حاجه هكا، ما فيش سلسله داك الجويب، وصافي كتحطي فيه اللي بغيتي. زوين وغارق، عرفتي كنخشي فيه كندخل فيه بزاف، وفريمون فيه لا بلاص. فوالا كيجي هكا طويل، كيعجبني صراحه هذوك لي ساك اللي تيكونوا صغيورين والسنطه ديالهم كتكون طويله باش ما كيعيوش. فوالا لي في هاد هما لي ساك اللي كنتوفر عن اللي عندي انا في لا كوليكسيون ديال مي ساك، جي ان كوليكسيون اللي متواضعه. هاد هما لي ساك اللي عندي، كنهز كل مره واحد، واكثر هي اللي كنهزهم بزاف وهاد الكحل هذا اللي كيعجبني بزاف هو هذا، وهذا هاد الكحل وهاد الباج هذا، غتلقاوني فما كنكون حايره تلقاوني هز هاد الباج هذا ولا هاد الكحل هذا، باسكو كنهزو وكندير فيهم كل شيء. خلاص هذا هو اكثر واحد اللي كنهزو بزاف، حيت كندير فيه كل شيء، وحتى لا كاليتي ديال الكوير ديالو زوينه بزاف،
وحتى هذا لا كاليتي ديال لو كوير ديالو مانيفيك كما كتشوفوا راه صافي لونطون هو هندي ولا كاليتي ديالو غزال 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 بزاف. فوالا لي في فو ميو. انا نصيحه اللي نقدر نعطيكم بالنسبه لي ساك الا بغيتوهم يبقاو لكم مده طويله فو ميو انكم تاخذوا ساك واحد ولا جوج ساكان يكونوا من بارفوا ولا من شي مارك مزيانه على انكم تبقاو تاخذوا بزاف ديال لي ساك من بلايص اليوم. انا صراحه كنخلط ماشي كناخذ ديما من البلاصه اللي غاليه، كنحاول نخلط مره ناخذ من المدينه مره ناخذ من بارفوا مره ناخذ من اي بلاصه لقيتها يعني ما ديش شي ماركه اللي انا كنستعملها ديما. فوالا لي في هادو هادي نصيحه اللي نقدر نعطيكم انكم الا بغيتو تاخذوا شي ساك واخا يكون غير واحد ولا جوج يكونوا ماركه ديالهم مزيانه، وعلى باش تبقاو تاخذوا 10 دي ساك ولا 20 ساك مثلا كتلقى عندك لا كوليكسيون كبيره ديال لي ساك ولا كاليتي ديالهم مزيانه يعني دغيا كيخسروا. فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم. دونك لي في كنضرب لكم موعد اخر ان شاء الله في فيديو اخر، كنبغيكم بزاف. يلا وخشي ان شاء الله. السلام عليكم.